السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا متر الليزر توتال 40 متر. هنعمل النهاردة مراجعة للمتر اللي كنا عملنا ليه انبوكسنج، وهتلاقوا الرابط بتاع الانبوكسنج ظهر على الشاشة حاليا. طيب المتر الليزر، اولا ده متر الليزر 40 متر توتال، الموديل بتاعه تي ام تي 5402. طبعا انا كنت سألت على التايب 01، كانت قال لي ان هو ما نزلش في مصر غير اللي هو 02 ده، اللي كان ال 1 اللي غير ده كان يفرق ان كان فيه هنا جزء ميزان ميه عشان تظبط ايدك. انا هحاول اخترع له حاجه يعني. طيب نشوف الميزان الاول. الميزان الاول ان هو بلاستيك، طبعا البلاستيك بتاعه قلنا ان هو خامه متوسطه شويه، بس في هنا مطاط، فانت ايدك وانت ماسكه ايدك ماسكه المطاط يعني مش لمسه بلاستيك جامد. طبعا الزرار بتاعته زرار مسافه والتشغيل، زرار التخزين، التقليب بين التخزين، زرار الفانكشنز او الوظائف، زرار بيحدد مسافه القياس، وزرار الكلير اللي هو بيلغي او اطفاء الشاشه. طب نشغل واحده واحده كده ونشوف. ده زرار كده الشغل. طبعا الشاشة فيه إضاءة، إضاءتها كويسة بتبان معاك يعني بالنهار. عندي زرار منيو، فيه عندي عدة استخدامات، القياس العادي أولا، بعد كده قياس المربع مساحة مربعة، قياس المكعب اللي هو الحجم، قياس دي قياس ده مسافة طولية لمبنى مثلا، وده قياس لمبنى بس بيختلف من المكان اللي انت واقف فيه، وده قياس لشيء في مثلا زي شباك فوق، مسافة فوق شباك وهكذا. طبعا انا هعمل فيديو تاني فيه ازاي نستخدم المتر ونقيس بيه بطريقة مظبوطة. طيب دي كده الوظائف بتاعته. عندي هنا ده اللي هي الازرار اللي بيجيب لك الحاجات اللي انت مخزنها، ونفس الزرار ده لو دوست ضغطة طويلة بيحول لك ما بين الانش البوصة والمتر والقدم، وفي واحدة ثالثة أنا دي مش موجودة في الكتالوج، مش عارف بترمز ليه بصراحة يعني. في 4 قياسات منهم واحدة مش مكتوب حواليها أي شيء، وأنا مش عارف بترمز ليه ودورت مش عارف. ده مثلا 42 سنتي يساوي 1.4 أو 3.39 قدم، يساوي 16.6 بوصة، بيساوي 1.5، ما اعرفش الرقم ده، 1.05، ما اعرفش معناه ايه يعني. طيب عندي هنا بقى كده، طبعا انا هنا بغير بزائد وسالب، موجب وسالب، زائد وناقص للايه، للحاجات اللي مسجلها. طبعا ده كتير، ممكن امسح اي رقم. عندي بيخزن لغايه 99 قياس، وكل قياس يتخزن بكل ارقام يعني، لو قياس مكعب يتخزن كانه مكعب، قياس مساحة كأنه مساحة بكل الأبعاد بتاعته. أنا كده بمسح، همسح كل القياسات كده، مسحت معنديش ولا قياس متسجل عندي. هدوس دوسة طويلة هيغلق الجهاز، أشغل من هنا. في خاصية إني أقيس ضغط واحدة هيظهر كده الليزر، نور الليزر ظهر، وهنا ظهر إيه، ظهر الإنارة بتاعتها، وحدة الليزر، ودي وحدة طبعا استقبال الإشارة ظهرت، وفي وهنا طبعا، وفي طبعا اللي هو قياس مستمر، بيفضل الليزر ايه شغال يعني. ليه نوعين، نوعين قياس مستمر وقياس متقطع. طيب ودي عندي الزر ده بيحدد لي اذا كنت هستخدم الجزء ده في الطول يعني، هل القياس هيبقى من اول هنا زي مثلا ادوس الضغط عليه كده 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 ظهر عندي القياس كده، يبدأ الصفر هنا الصفر، بعد كده تبدأ تقيس. طيب هتضغط تاني هنا، من هنا لهنا يعني، من هنا يبدأ الصفر، من هنا بس تحط هتقيس شيء تحطه كده، يبدأ القياس من اول هنا وكمل عم انت ماشي. ضغطة تالتة، في جزء تالت من تحت اللي هو كده الجزء ده، طبعا لو انت مثلا ممكن في مسمار بشيء بتحمل عليه ويقيس من اول هنا وانت تكمل طبعا، بس طبعا الجزء ده ما انصحكمش انك تشتغل بيه كتير لانه البلاستيك بتاعه خفيف فممكن يتكسر، انت خليه على النظام ده افضل، يقيس من اول هنا.
وده النظام اللي هي الديفولت اللي هو بيكون شغال بيه على طول. يعني اول ما تطفي يعني انا مثلا عملت الجهاز على كده على الجزء اللي تحت وطفيت وهشغل تاني، هيشتغل ايه من اول هنا برضو، يعني ده الثابت اللي بيشتغل عليه على طول. طب كان في ان هو خاصية مكتوب انك تضغط ضغطة طويلة تطفي اضاءة الشاشة، لكن انا بصراحة يعني بضغط ضغطة طويلة ما بيديش الشاشة بتفضل منورة زي ما هي، يعني مش بتطفي الشاشة. طب شعاع الليزر هو كده شغال اهو، يفضل شغال كده 30 ثانية ويفصل لوحده، والجهاز يفضل شغال 180 ثانية يعني 3 دقايق ويفصل لوحده عشان البطارية ما تبصش. طيب أقل مدى للجهاز هو 4 سنتي، 4.5، مكتوب 5 بس هو 4.5 سنتي. ده كده شغال ايه، قياسات مستمر، 4 و6، 4 و5، أقل من كده يدي ايرور، يعني مش هيقيس أقل من كده. وفي عندي خاصية إني أجمع وأطرح القياسات على بعض، أدي قياس ما، لو عايز أزود على القياس ده أي قياس هيزيد هيجمعه لي هو مباشرة. بس أدي القياس اللي طلع التاني وهو جمعه مباشرة. لو القياس ده عايز أطرح منه قياس، هدوس على سالب كده، هضغط كده، ده القياس اللي طلع وطرحه من الأولاني إداني الرقم ده، فدي خلاص ممكن بنستخدمها. بس كده يعني هو دي الخواص الموجودة فيه. البطارية مكتوبة ان هي تستمر 5000 قياس. وبالنسبة للاستخدام النهاري الاوت دور في الخارج بيقيس عادي، ممكن ما يكونش مثلا الشعاع الليزر ظاهر في ضوء الشمس لكنه بيقيس عادي. يعني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.